يقال لنا أننا لسنا بالجودة المطلوبة وأننا ضعفاء وأن لدينا مشاكل في التعليم وفي الإنتاجية تقترب من الصفر، ولكن جوابي هو أن في بعض القطاعات هو أننا لم نكن موجودين قبل 15 سنة، ولكن الآن وصلنا. ليس نحن أحسن إنتاجية في العالم هنا في المغرب وفي إفريقيا. يقال لنا أن ليس لدينا الأدمغة الكافية لكي نقترح حلولا على المستوى العالمي، ومعنا إذن كان هناك مفاوض يقول لأحد المستثمر أن لدينا بعد أن لدينا اليد العاملة ولكن لدينا بعض الأدمغة، ووضع إذن فقرة في العقد أننا سنعمل مجتمعين لكي نحقق إذن عملا فكريا لكي نحقق إذن حلولا فكرية للقطاع تصنيع السيارات، وقد وصلنا إلى 7000 متخصص حاليا يعملون في تصميم السيارات ويوفرون أيضا الخدمات للمصنعين الدوليين. نحن قادرون على كل شيء ونحن قادرون على تحقيق المستحيل. كانوا يقالوا لنا أنتم في بلد ينخره الفساد، أنتم إذن مطلوب منكم أن توفروا المساعدة للمستثمر الذي يجب أن يمر عبر المكاتب وأن يعطي الرشوة هنا وهناك. وكانوا يقولون لنا أن الوضعية الأعمال هي فاسدة، وهذا كان يتسبب في ضعف الاستثمار الخارجي، ولكن حاليا 50% من المستثمرين في القطاع الصناعي هم فاعلون بين 500 فاعل العالميين. إذن كيف استقبلناهم؟ استقبلناهم ببساطة. حقيقة لم نكن في وضعية مثالية بطبيعة الحال، لقد قمنا بمجهودات كبيرة لتحسين مناخ العمل، لقد خلقنا إذن جزرا هنا وهناك من البيئات الجيدة للاستثمار، ووضعنا إذن مناطق لتسريع التصنيع، ولقد وفرنا لهم جميع الخدمات أحسن فأحسن في دولة كانت إذن تنشد الوصول إلى أحسن مناخ عمل. كانوا يقالوا لنا أنكم لستم مرتبطين بشبكات الاتصال، وكانوا يقولون بأنه يتكلفهم إذن أن العمل في المغرب يتطلب أموال كثيرة، ولقد استثمرنا كثيرا، والآن الميناء طنجة هو رابع أحسن ميناء في العالم من حيث الأداء. قالوا لنا أننا في عالم صعب، ونحن في قارة محكوم عليها أن تشاهد القطارات تمر واحدا بعد الآخر وأن تدع شبابها يموت أثناء محاولة قطع البحار أو عبور البحار، ولكننا استطعنا الاستثمار هنا في المغرب بفضل رؤية صاحب الجلالة، فلقد بينا أن هذا ممكن ونحن نمد أيدينا ونحن إلى تحقيق الاندماج واندماج الواجهة الأطلسية تحت الرعاية ورئاسة صاحب الجلالة وقيادته. وأدعوكم اليوم وأهنئكم التجاري وفا بنك ومنتدى المدى، وأقول لكم أننا نجحنا في ذلك ونحن نريد القيام بذلك، ونحن نحتاجكم إلى الذهاب بأبعد لإعطاء شبابنا المستقبل الذي يستحقونه، وهذا بين أيديكم، ويجب أن تتوفروا على الجرأة والذهاب بعيدا، ونحن نستثمر بكل شغف ودون عقد، ونحن نستثمر لكي تأخذ إفريقيا المكان الذي تستحقه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس.
باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.